الحفل ديال غدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. حفل غدا ديال غادي يكون في سينما ميغاراما الدار البيضاء، وغادي يكون حفل ما شاء الله يعني كبير، وتقريبا التذاكر كلها تباعت. وانا سعيد جدا ان المغاربه لباو الدعوه ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وجاو لعبد السلام. وحفل غادي يكون بفرقه موسيقيه كبيره، اول مره كنشتغل معها في المغرب، لان كنشتغل مع فرقه كبيره في مصر، فرقه ديال الاستاذ امير عبد المجيد. والحمد لله قدرنا في فتره وجيزه جدا انهم يحفظوا الاناشيد ديالي لان كانت كثيره، فكاين ريبرتوار كبير تقريبا 15 انشوده او 17 انشوده، واحتمال يكون معايا يعني كضيف شرف جاي لي وان حجي، وجايه كذلك كريمه غوتي، وكاين جايه ساميه لالا حياه الادريسي، وممكن كريم تدلاوي وحميد بوشناق وسعيد مسكر، كلهم جاوا بغاو يحضروا معايا الحفل ديالي. فاحتمال كذلك نعملوا شي لوحه فنيه في الاخر مع هاد النجوم كلهم. قلت قبيله ان الغياب ديالي، وهو ان كانوا كيعتقدوا انه ماشي مغربي، لانه الاناشيد وهذا تعرفت الصوت قبل من الصوره، فيسحبوني ماشي مغربي، فلهذا كانوا كيترددوا اني يعني ليا. وكذلك لان كنت مقصر في الجانب ديال السوشيال ميديا، ما عنديش انستغرام، ما عنديش تويتر، ما عنديش فيسبوك. دابا عاد غادي دابا ان شاء الله نعمل كل شيء من اول جديد ان شاء الله، لانه اغلب الحفلات اللي كنعملها في الخارج كتكون خيريه. فلما عرفت ان الحمد لله يعني انه المغرب هذه اول مره غادي نعمل فيها حفله بهذا الحجم، قلت لهم انا متبرع بالكاشي ديالي لحوايج اخرى، وما بغيت نخليها بيني وبين الله سبحانه وتعالى.